دايماً بنردد مقولة أن التاريخ يكتبه المنتصرون، وأحياناً بنجد صعوبة في نقد وتحليل الأحداث التاريخية بشكل محايد لأن الراوي أو المؤرخ نفسه ما كانش محايد أصلاً. لكن المشكلة الأكبر والأخطر لما المهزوم أو اللي أرضه تم احتلالها في عصر من العصور ما يبقاش عارف الحقيقة الكاملة، ويبقى أحياناً عامل زي القط اللي بيحب خناقه. يعني لما يلاقي رجل دين مصري بيقول له ساداتي أبناء عثمان، وبيدعو للناس اللي احتلوا أرضه وسرقوا خيراتها ودبحوا رجالها ورملوا نسائها، لما يبقى فيه خطاب مضلل عن عودة الخلافة العثمانية وعظمة مآثرها رغم إنها لم تقدم للبشرية اختراع واحد أو مشروع تنموي واحد طوال تاريخها، وفي زمن عرف أصلاً باسم عصر النهضة الأوروبي، يعني كان فيه نهضة اللي المفروض إنها كانت خلافة دي هي اللي تسببت في تخلف العالم العربي وانعزاله التام عن العالم المتقدم لأكتر من 400 سنة. هي الخلافة اللي ضيعت كل الدول العربية وسلمتها للاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي على طبق من ذهب قبل ما تضيع البقعة الأغلى في قلوبنا فلسطين، وكمان تكون تركيا هي أول دولة مسلمة في العالم تعترف بدولة إسرائيل فور إعلان تأسيسها سنة 49، يعني بعدها بسنة بالكثير. الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية هي قصة وسيرة استمرت 6 قرون وأكثر، وكان لازم نعرف قبل ما نستعرض تاريخ هذه الدولة مين هم العثمانيين وكيف كانت نشأتهم الأولى. العثمانيين أو الأتراك ما كانوش يعني جنس واحد أو قبيلة واحدة، كانوا حوالي 16 إمارة تركية، يعني كان فيه إمارة منتشا وإمارة صاروخان وإمارة آل دين وإمارة الحميد وإمارة الأشرف وهكذا يعني، وفيها إمارة آل عثمان اللي هي هيخرج منها الدولة العثمانية. وهي آل عثمان بتنسب إلى قبائل الغز التركية، وأشهر هذه القبائل عشيرة قاي، وعشيرة قاي أشهر من تولى فيها أو زعمها الأول سليمان ابن قاية ألب. سليمان ابن قاية ألب ده يعني كان مخلف 4 أولاد منهم أرطغرل. أرطغرل اللي هو يعتبر أبو عثمان، فيبقى اسمه عثمان أرطغرل ابن سليمان قاية ألب. هم مجموعة من القبائل اللي هي في أواسط آسيا في شمال غرب الصين، اللي هو ممتد لأواسط آسيا، بيضم بقى السلاجقة والأرطغرليين والأتراك وماشي كده، لأن هم قبائل فهم مش أهل حضارة. الدولة العثمانية اللي بتنسب إلى عثمان الأول اللي هو المؤسس الدولة العثمانية هي في البداية نشأت في منطقة الاستبس في وسط آسيا، ثم انتقلت إلى منطقة الأناضول في غرب آسيا. أولئك الأتراك هم قبيلة من قبائل أواسط آسيا عازت تتنقل من مكان لمكان وتصطدم بطبيعة الحال مع قبائل مقيمة في مكان، لأنهم بيخرجوا يبحثوا عن الرزق فيصطدموا بآخرين ويتغلبوا عليهم بالقتل بكذا كذا، ويصحبوا جزء معهم من المنهزمين ليهم، وفضلوا يتنقلوا من مكان لمكان في أواسط آسيا حتى وصلوا آسيا الصغرى. القصة إن هم تحركوا على عدد من الدفعات أو عدد من المسارات. المسار الأول كان الأتراك السلاجقة، ودول كان 5 بيوت لجوا أو اتجهوا ناحية الغرب. وبعد كده بمعنى إيه 5 بيوت؟ يعني 5 قبائل انطلقوا واتجهوا ناحية الأناضول، هضبة الأناضول. فيما بعد انطلقت أيضا قبائل أخرى، باقي القبائل من الأتراك ناحية هضبة الأناضول، وكان منهم القبيلة اللي كان بيطلق عليها قبيلة قابي اللي كان زعيمها سلمان، وده توفى أثناء عبور النهر. فكر سليمان ابن قاية ألب يعود مرة أخرى الحنين إلى وطنه الأصلي، ولكن وهو بيمتطي صهوة حصانه انزلقت يعني قدم الفرس فغرق في نهر الفرات وترك أبناءه 4،
أبناء الأربعة اتنين رجعوا على خراسان واتنين رجعوا على منطقة الأناضول. اللي راحوا الأناضول أرطغرل وابنه الصغير اسمه دندان. سليمان شاه أبو أرطغرل هو شخصية أسطورية، شخصية خيالية، لم نجد مخطوطة تاريخية حقيقية يطبق عليها النقد الباطني والنقد الظاهري تستطيع من خلالها أن تتأكد أن سليمان شاه ابن أرطغرل كان شخصية تاريخية حقيقية موجودة في التاريخ. المنطقة كان فيها صراع بين خوارزم وبين السلاجقة. هو انتمى أو يعني تحالف مع السلاجقة. تحالف مع السلاجقة وحدث انتصار، فبعد الانتصار كافئه انه اداله يعني قطعة أرض مكافأة له، فخد قطعة الأرض دي وعمل فيها إمارة. علاء الدين السلجوقي تقريبا. أيوه علاء الدين السلجوقي قايد باس. وبعدين بعد فترة أقطعوا منطقة أخرى اسمها أسقي شهر. أسقي شهر دي هتصبح هي عاصمة الإمارة العثمانية في ذلك الوقت.